بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم مديريتنا بمتابعة توزيعات المياه وصيانة محطات الضخ الري والبزل والشحة، وكذلك صيانة النواظم لمواجهة التغيرات المناخية وشحة المياه في محافظة البصرة لتقليل دفع اللسان الملحي القادم من الخليج العربي. كذلك تقوم بصيانة ضفاف شط العرب ومنعها من التآكل، وكذلك تقوم مديريتنا بإنجاز أعمال الطريق الساحلي الموازي لشط العرب، المنشآت والأعمال الترابية. رئيس مهندسين أقدم جمعة شاع ضيدان المالكي، مدير الموارد المائية في البصرة.